اللي هي سير مريزكو مشينا مريزكو كان غير سكالير درنا سكالير مشى مع عبد الكريم نيت درنا سكالير قال لك سير الطبيب ديال الجلد مشينا ديال الجلد مشينا الطبيب ديال الجلد قال لك سير ثاني عند السبيطار ديال هذاك الطبيب ديال العرق مشينا الطبيب ديال العرق قال لك انا ماشي شغلي سير هذاك السويسي طبيب طبيب ديال العرق كاين في مريزكو انا ماشي شغلي تي قال لك سير قال لك فيما عجبكم سيروا سيروا داوي رجلي دا مغير بيت مداوى عمري 70 سنة العائلة تاعو كان عاد ما كيوصلنا ما عرفتش عاد شتو نطلب باغي نداوى باغي نداوى باغي نعيش سهل الله العمر كتبوها معايا الناس صافي لا غير كانت لها قنبة غا قدامكم اشتيها كانت لها قنبة الحلقة ديالي تمات منه هما قاعدين لتحت فرجينا قاعدين قاعد معلق في السماء سيدنا سيدي نداوى بغيت نعيش نموت طلع لمبة صافي باغا نداوى الله ينصر سيدنا عاش الصحافة وقفوا معايا الله يعطيهم صحيحتهم الله يعطيهم صحيحتهم الله يعطيهم صحيحتهم رزف الله خويا السلام عليكم هاد السيد اخويا راه شي عاني من واحد الضربه في رجله كبيره حاشاك وصلت لي حتى الشفيه لتحت للركبه رجله غادا تتكال والطبه ما داروا معاه حتى شي حاجه تيمشي مشى للميريز قوم مشى للبولوافي ما داروا معاه حتى شي واحد يصيفطوها راه عندي فو هذا الشهر هذا شهرين وبقى بحال هكا عنده الوراق ديالو عنده التحاليل عنده كلشي حنا بغينا هاد السيد يتشافى اخويا بغينا يداوى وانا دار لي عمليه ولا شو هما اش غيديروا لي واش غادي نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله السيد كيف السبب ديالي شو سكنت انا وياه كان ساكن في سيدي عثمان وقعد النمره ديال خو سكنت معاه مده شي 7 سنين ولا 6 سنين جات تحوال في سيدي عثمان في كاريان جا خو استافد هو جرى عليه انا ساكن هنايا في هاد المكازا هنايا كانت شا مكازا قبل ما يسكنوا بها السكر اللي سكننا هنايا جاب شو معايا انا بقى معايا هنايا من 2000 وحنا ساكنين هنايا مدة راه شي 3 سنوات دابا باش كانت شا تقايبة صغيرة دابا كبرات وصلت لي الشوفية وغادا الركبة لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا يتشافى ما اللي بغى يشوف فيه راه كلشي تيشوف بنادم الله يحنن عليه الناس وصافي حنا بغينا السيد بغينا اي داوى دار لي شي عمليه ولا شوفوا لي الناس اللي عندهم مسؤولين ولا يديروا لي شي حل لهاد الراجل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.